أكدت لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خلال مشاركتها في المنتدى الإسباني العربي بمدريد، أكدت أنه لتحسين التمثيل الإعلامي للآخر في سياق دولي فإن التحدي الأول يكمن في النأي عن تصرف الإعلام كعامل لإذكاء مخاطر تقاطب الرأي العام، خصوصا حول قضايا ذات أهمية جيوستراتيجية مشتركة. وخلال أشغال هذا المنتدى ذكرت رئيسة الهيئة العليا أيضاً أن الرهانات الحقيقية لتعزيز جودة وتنوع التمثيل الإعلامي للبلدان وللشعوب وللمجتمعات لا يمكن أن تختزل في ترسيخ القوى الناعمة لجهة ما وتقوية تأثيرها لدى الرأي العام والأوساط الاقتصادية للبلدان والفضاءات الأخرى، كما تم استقبال رؤوس الوفود المشاركة بالقصر الملكي لاثر تويلا من طرف العاهل الإسباني فيليب السادس.